كلهم يصلون رويدا 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 لبداية الطريق رويدا رويدا جزءا فجزءا، هكذا يبدأ الطائر بالتحليق. لن تصل فجأة لعنان السماء لن تحدث معجزات في الطريق، لن يتغير شيء فجأة بدون أن تغير ما فيك. إن كنت عطشا في الصحراء صوب في رمال لن يسقيك، حاول فحاول، هيا اسعى واجمع من المعلومات ما يفيد. فخار فجر مرة فمرة، هكذا تجمع ما يكفيك. تملك عقلا، فلماذا المعجزات فهي ليست إلا لدفع ضرر يؤذيك؟ فالمعجزات ليست سوى افتاح الطريق لتعمل بقدر ما يكفيك. لن تصل شيء ان لم تسعى له، وسعيك للحياة ان لم يكفيك. تقدم واكتشف ما حولك، ان لم تدرك الشوك فسيؤذيك. ان وجد علم لا تعلمه فسيضرك لا لن يعطيك. تقدم لا تخف من الخطر، والا حصرك لكي يؤذيك. علاج الخوف من المخاطر هو العلم لكي يحميك.